ابنتي تكبر أخواتها الأولاد بعامين، وذهبت لتحضرهم معها إلى البيت من المدرسة، واعترضها بعض التلاميذ ممن في مثل سنها 6 ابتدائي، قد يكونوا بالغين، بالسب وقذف الحجارة، وقاموا بتمزيق شنطة المدرسة. أريد أخذ حق ابنتي، لكن بما يرضي الله اذهب إلى أولياء أمورهم وخذ منهم، استرد الحق الذي عليه الذي لك. الحسنى